عدم، لحظة ضعف، لحظة غضب، لحظة عفوا منك حماقة، أن الإنسان يعني غامر بأرشيفة، يعني يعتبر هذه يعني ثمين هذا الشيء. أنا يعني زعلت على هالمادة. مزبوط. يعني شوفي، ما بقدر أقول أنه أنا والله هلا يعني كلمة يا ريت ما راح تعمر شيء، فخلص يعني لحظة ومسؤولة عنها. طبعا ندمانة لأنه أرشيفي تاريخي، نعم، جهدي وتعبي ب30 سنة، لكن يعني ما بدي أتحمل نتيجته، أني هلأ بلشت من أول وجديد، كل ما بصح لي أنه حدا عنده مسلسل بخصني أو صورة. نعم. أو أني بسترجع. عموما هالوثائق يعني محفوظة، هي تاريخ ما راح يضيع. مين إذا الإنسان يحفظ التلفزيونات يعني اللي ما بتصدق تشطب؟ ما حدا بيحفظ لحدا. يعني عموما التاريخ أنت معك أنت، وممكن يعني حتى الإنسان ممكن يحفظ هالأشياء في مذكراته. يعني في فنانات كتبوا مذكراته، مثل الفنانة الكبيرة سميحة أيوب كتبت كتاب ذكرياتي عن تحولات في حياتها ومحطاتها. يعني بس هو حلو كان يكون التلفزيون أو الشريط هو حياة. نعم. صوت وصورة. الذكريات أنت بتكتبي. نعم. كلمات. وفي حقبة يمكن صعبة أيضا في الأردن ظهورك، ويعني مزبوط. نعم. وأعمال بعتز فيها كمان. نعم. اللي راحت بعد غزو الكويت تأثرتم أنتم الأردنيين كثير، يعني بشرائح مختلفة. لجأتي إلى الدبلاج تقريبا 10 سنوات أو أقل أو أكثر، لا أدري. وقلت أن الدبلاج كان رحمة بالنسبة لي في تلك الفترة. رح نرجع مع الفنانة القديرة عبير عيسى بعد قليل. في الصورة اللي بتعملي دور عجوز تغلبوك كثير بالمكياج في القدس هذه. يعني عملوني من مرحلة 30 لمرحلة 85، بس أرهقت بموضوع الشد وموضوع أنه لازم ينحط مادي على وشي أضل شادة، يعني في حفر وفي كذا دبحوني ويومي. لكن كل هذا نسيته لما رحت وتكرمت في رام الله على هذا الدور. جميل. ولما حسيت قدي اللي أنا وصلت لهم الرسالة، الفلسطينيين أهلي يعني وصلتهم وحبوا الدور ورحبوا فيه ترحيب. يعني أنا بالنسبة لي كانت 2009 من 2008 من أجمل أيام عمري لما رحت لهم. جميل. وقلتي أن أكثر عمل استمتعت فيه القدس. أكثر عمل استمتعت فيه وأكثر عمل تعبت فيه 6 أشهر. جميل. بس زي ما قلت لك، هي دائما الأدوار لما بتحسي حالك تعبانة بس لقيتي نتيجة بتنسي كل التعب اللي عملتيه. رح نرجع إلى الأدوار. نعم. بس بداية رح نرجع إلى موضوع دبلاج. الدبلاج كيف كان رحمة؟ يعني هو طبعا كنا مرينا بظروف صعبه بالاردن بسبب انه صار ما في محطات بتاخذ اعمال الاردنيين، وان شاء الله ما بتنعاد هذيك الايام ولا نحكي فيها. فهو صار الموضوع انه لما انتقلنا للدوبلاج والمسرح اليومي رحمني من انه لما يجي منتج يعني استغلونا استغلال، انه يعني احنا متقاطعين ويعني لازم تشتغل معي وتوقف معي وانا منيح مني اللي بشتغل. انا ما بحب هذا الحوار، منيح منك ما تشتغل، ما تجبرش حالك تشتغل وما تلويش دراعي أنا. فكان بالنسبة إلي الدوبلاج، وأنا صدقا بحب الدوبلاج وهلا مشتاقة أرجع أعمل دوبلاج، يعني مبسوطة فيه. فقعدت أشتغل مسرح ودوبلاج. أوكي ماديا كان أقل من التلفزيون، بس بكفي أني بقدر أقول لا وبحرية وما أضطر أشتغل أدوار أندم عليها بعدين. شو أحب الأعمال اللي عملتي فيها بالدوبلاج؟ الينبوع. كان في ممثلة يعني أعتقد أنها من أصل هندي هي شكلها،
وكان من أجمل الأدوار اللي أنا حبيتها كممثلة، وتمنيت أنا أكون يعني أعمله قد ما كان في يعني عارفة محاور لدورها ولا شخصيتها، أداء كذا يعني مشهد، كنت كتير 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 حابة إني أنا أعمل هذا الدور كعبير مش بس صوت. حلو سيدتي، دعينا شوي يعني نمر فلاش باك شوي، نستحضر أعمالك، وحابين إنك أنت تصفي هالأعمال بعبارات، شو بتعني لك هالأعمال؟ وعاد الحب أحلى عمل يعني عارفة هذا الزهرة الأولى، أول عمل صح؟ أول عمل. أصايل، تجربتي مع الأستاذ نجدة أنزور وفكرة الخيل، وأنا بعشق الخيل، فكان أول عمل بيكون في خيل بهذه الطريقة. حارة أبو عواد، نقطة انطلاقي للوطن العربي كله، يعني بتسميها نقطة النجومية؟ بالضبط، ومعرفة الناس إلي، أنا بحبش كلمة النجومية بس قلت نقطة انطلاق ومعرفة الجمهور العربي كله إلي. الطوفان، عمل بحبه، موضوع يعني لا موضوعه حلو لأنه بيحكي عن المرأة. رأس غليس، عودة الدراما البدوية واستفزاز العالم العربي كله يرجعوا يشتغلوا بدوي. الرحيل، دور حلو، دور حلو المرأة الـ يعني عارفة الحادة اللي مصرة ما عندهاش رأس كبير، وأنا بحب هاي النماذج من الشخصيات اللي ما عندهاش كبير بالحق طبعا. مخاوي الذيب، يعني عمل بحبه، لا مش كتير، بس بحب العمل ككل، بس دوري كان صغير فيه وأنا نقيته الصحيح، هم ما قصروا معي قالوا لي اللي بدك يا نقي، بس مش انه الدور اللي تعبت فيه هذا التعب، بس حب العمل ككل ومبسوطه انه اخذ جائزه في البحرين. نعم. قبائل الشرق، حبيت فكره انه انا اول عمل بشتغله لابو ظبي. تل الفخار، اهم عمل بحياتي. اهم عمل؟ واو، لكن بدايه لانه هذه. لا اهم عمل لانه كان له خصوصيه كثير عندي. من حيث اولا انا اول عمل بشتغله بطوله مطلقه، وانا اصلا بديت من البدايات كله اعمالي ادوار رئيسيه، ثانيا مع عمالقه كان، ومع مخرج كثير بحبه وسعيد، يعني هو اللي احتضني ولهلا بناديه بابا، استاذ عروس رقاد. كنت بتغني بالمسلسل صح؟ لا ها؟ بس انا بحب اغنيته البدايه. وكان العمل جميل لانه عن هدول البنات اللي تظلم، اللي هلا عم نشتغل قاعدين، واللي اخر كتاب قراته اللي هو العار وجريمة الشرف، قضايا الشرف، فتخيل انه هذا بال 77 كان بيحكي عن هاي القضية، انه لما واحد كيف بيروح برمي يعني يا دوب فتش صغير انه بنتك مصاحبة واكيد عملت شيء، وببلشوا بدهم ياخذوني على داية ويعرفوا اذا انا صار شيء ولا ما صار شيء، وهذا الجريمة، وبتهموا اخوتي انهم لازم يقتلوني لانه شرف العيلة واسم العيلة. فكان موضوع كثير مهم، وانا كنت 16 سنة وأربعة أشهر يعني عارفة، بس الصحيح أنه كلهم مو زي هالأيام. نعم. كلهم احتضنوني ووقفوا معي وكانوا منتهى الأساس بشكل حلو كتير. تذكر الأغنية، أغنية المسلسل يعني نسيتيها؟ هي قصة من زمان، عتلال الريح، ويعني هي كتير كلماتها كمان جميلة. بس لا أنا بحب، يا ريت عندي صوت بتغني؟ كان غنيت لك إياها لحالي. لحالك؟ صمت الجوارح، يعني هو هذا التجربة لأني كنت بحكي سعودي، فكنت سعيدة فيها التجربة، يعني بحكي على أهل جدة، وتعبت لأنه أنا حريصة كتير أنه أحاول قدر المستطاع يعني أعطي الدور حقه، فكان مع زملاء سعوديين، وكان دور واحد نفس الشيء زي الرحيل، لكن على امرأة شرسة بطريقة مو معقولة كانت. زمن عماد، هو يعني تقريبا نفس الشيء كان. آن الأوان، كوني صريحة، أنت شجاعة، فيك شجاعة ولا ما بتتذكر الدور؟ لا مش بتذكر. الذاكرة تخون. عطر النار، عطر النار ما بتتذكري؟ لأن يمكن لا اللي لا ما بيبقى بتذكر. في الذاكرة لا 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 الأوان. لا أنا الأوان، أنا الأوان، عارفة ليش أنا وقفت عندها؟ ما بنتذكر ولا لا لا أنا ليش وقفت عندها؟ لأنه هاي الوحيدة اللي بتبكي بنتي، ولما بتشوفها فعلا بتبكي من قلبها. ليش؟ وهي سهرة وأنا بموت فيها، فبنتي بس تشوفها بتقولي خلاص ما تورجيني اياها، اميها عرفتي؟ وانا طبعا بالنسبه لي اهم شيء في حياتي بنتي، فدائما بحاول ما اوجدها يعني ما اخليها في البيت، وتحديدا في مشهد واحد انا بحبه كثير اللي هو اللي بوقف قدام صوره ابني، لانه ابني بيرفض اني انا اتزوج بعد ابوه، ولما بتزوج بهرب من البيت.
وهل هل بنتك كانت خايفه من هالموضوع؟ لا 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 بنتي وهي بنتك الوحيده. لا لا ما عندهاش مشكله اني اتزوج بالعكس. لا لا كانت خايفه من موتي وانه القهر يوصلني لدرجه انه ممكن انا من الناس اللي لما بتضايق بركب سيارتي وبطلع. فعندها دائما خوف انه ما تطلعي من البيت وانت متضايقه، عندها فوبيا من حركاتك. لانه بتقول لي انه هذا لانه بالسهره بموت بحادث السياره. فهي دائما عندها انه لا اني الاوان بليز ماما خلص ما تروحي. نعم. ما تيجي. عطر النار. عطر النار من الادوار اللي انا بعتز فيها، العمل كله بعتز فيه، لانه هو بيحكي عن التلاحم الفلسطيني الاردني وعن الدخيل وقديش اهميته. وهي قصه حقيقيه على فكره. عن نموذج امراه موجوده عندنا بالاردن من الكرك اسمها عليا ضمور. نعم. وانه ابراهيم باشا لما اجى وطلب اما بتسلمي الدخيل واما راح احرق اولادك. وفعلا بحرق اولادها، وموجود الموقع اللي انحرقوا فيه الاولاد. بلقيس. تجربة جميلة لوجودي مع الأستاذ باسل الخطيب، كونها أول تجربة بشتغل فيها مع الأستاذ. و يعني أنت عارفة شفتي الدور، يعني أنا حسيت إن هالدور العظيم جميلة. كيف يعني؟ أنا بحس بلمعات بعيونك، ما أدري أكيد المشاهدين بيحسوا فيك. لا لا أنا مو مضطرة أكذب، يعني الدور في لمعة بتيجي. شوفي أحكي لك دكتورة، إحنا رح نجي بالتفصيل للمسلسلات. أوكي. هذه كون إنها هي الأخيرة. بلقيس يعني أنا بنتي المركز العربي. أنا بالنسبة لي المركز له خصوصية عندي كتير.